بسم الله. في سؤال جه بيقول هل ينفع ان انا اخد شغل من خلال الانترنت؟ يعني انا مش عايز كل يوم اقعد اضيع ساعتين تلاتة في المواصلات، او انا ساكن مثلا في منطقة ريفية ومفيش جنبية شركات، ف مش عارف اتواصل مع الشركات، محتاج ان انا اغير سكني واسكن جنبيهم، او في مهندسة ومتضايقة من ظروف الشغل او حاجة زي كده، وعايزة تجرب شغل من البيت لان ظروف الاولاد وعايزة تقعد معاهم. طيب، في ناس كتيرة اشتغلت في موضوع الفريلانسر دوت، وممكن الواحد يشتغل بيم، يعني ممكن واحد يدخل على الفريلانسر او موقع اسمه ابورك او في كذا موقع ممكن الواحد يدخل من خلالهم ويسجل حسابه ويبدأ يدور على الناس اللي عايزة شغل ويقول لهم والله انا ممكن اشتغل، ويتفق معاهم الساعة مثلا بكذا. وفي ناس كتيرة فاتحة بيوت كتيرة جدا بالطريقة ديت. يعني خلينا بس نبص كده، ده مثلا واحد من الناس ده ساعته ب$35. هل انت ساعتك ب$35؟ وفي ناس 35 دولار، 62 دولار. انت بقى بتروح تقول للراجل انت عايز تعمل الفيلا دي، طب انا ممكن اعملها لك مثلا ب$20 مثلا الساعة، يعني هقعد 20 ساعة هعملها لك بكذا، تمام؟ فده بيبقى سهل جدا، وبتلاقي ناس كتيرة واحد عايش في امريكا، في ظروف في امريكا غير مصر، فتقدر انت تطلب مبلغ يكون معقول جدا بالنسبة لك واحسن من معقول هو بالنسبة له، رخيص جدا، وهتلاقي الموضوع سهل. بس انت مش مجرد بتسجل اسمائك وتستنى حد يتصل بيك، ده انت المفروض بتدور كل يوم على الناس وتبدأ تشوفهم وتبدأ تحاول تلتزم معاهم بالمواعيد وتلتزم معاهم بجودة الشغل، لان هو بيقيمك وممكن يقيمك سيء فمحدش يجيلك بعد كده. فده موقع من المواقع اللي اسمه اب وورك، تمام؟ بتدخل وتقول له ساين اب وتروح عامل حساب وتبدأ الناس بعد كده تتصل بيك وانت تتصل بيهم، وهتلاقي كل الوظائف الموجودة. حتى لو انت يعني لسه متخرج بتلاقي وظائف لكده، حتى لو انت ما تعرفش حاجة خالص، في ناس بتحب مثلا حد يكون كويس في الانجليزي يترجم، لو انت ممكن واحد يديك مقالة يقولك اختصرها. يعني كل مجالات الشغل مفتوحة في الاب وورك دوت، تمام؟ بس تكون انت عندك عزيمة وعايز، تمام؟ ده برضو موقع من المواقع اللي فيها ناس كتيرة فريلانسر، تقدر تدور على شغلانة وتقدر تشتغل من خلالها. ده برضو بيبول بير هاور، تمام؟ تقدر تختار اي شغلانه وانت كده مش ملتزم مع حد بعقد، وتاخد فلوس كويسه جدا زي الفل. وفي ناس بيجي لها دخل اكتر 10 مرات من شغل من الشغل اللي كانوا بيشغلوه في الشركه، تمام؟ وانت بتتكلم انت هتبقى بالدولار وهتبقى بمرتب حلو، والمهم ان انت تبقى ملتزم بالمواعيد التسليم وملتزم بالجوده وملتزم بالوقت وكل حاجه، وهتلاقي الشغل زي الفل وسمعتك كويسه جدا ان شاء الله. ولو حد تجربته نجحت يا ريت يقول لنا، بحس يعني نقتدي بيه والناس تبدأ تشتغل في الموضوع دوت لأنه مربح جدا.